السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة نهلة زغلول، ماجستير طب أسرة القصر العيني، بعمل فاميلي ميديسين كورس لأطباء الأسرة والأطباء العموم. النهاردة إن شاء الله موضوعنا عن البيرسوناليتي ديس أوردرز. إيه هي البيرسوناليتي ديس أوردرز؟ بيرسوناليتي ديس أوردرز أر إنديورينج باترن أوف ريليتينج تو ذا وورلد إن ويز ذات أر إنفليكسيبل إن إفكتيف أند ماركتلي ديفرنت فروم كالتشرال نورمز. اللي هي طريقة غريبة في التعامل مع العالم اللي حوالينا أو مع الأشخاص اللي حوالينا بطريقة غير مرنة أو غير فعالة وأود مختلفة عن الكالتشرال نورمز. personality disorder cause distress or functional impairment. لازم عشان نشخص العيان ده عنده personality disorder لازم تسبب له functional impairment وتسبب له مشكلة في العموم في التعامل مع الآخرين، سواء social impairment في التعامل مع الآخرين أو academic impairment في دراسته أو في العمل بتاعه. start by adolescence in most people. borderline personality disorder is the most prevalent personality disorder وهنشوفها بالتفصيل في فيديو لوحديها borderline personality disorder. في العموم personality disorders are divided into three clusters. cluster A بنسميها ال weird أو ال odd personality disorder، الشخصية الغريبة. cluster B بنسميها ال wild أو الشخصية ال aggressive العدوانية. cluster C بنسميها ال worried cluster أو الشخصية الحساسة أو الشخصية الخايفة أو الشخصية القلقة. تمام. الكلاستر اي بيرسوناليتي ديس اوردر غالبا ما بيبقى عندها ديلوجن وهالوسينيشن واود بيهيفير، يعني تصرفات غريبه. تمام. الديلوجنز اللي هي فولس فيكسد بليفز، والهالوسينيشن تهيؤات، وغالبا ما بتبقى اوديتوري هالوسينيشن زي السايكوزيس او السكيزوفرينيا واللي هناخده بعدين ان شاء الله. بارانويد بيرسوناليتي الكلاستر اي بيرسوناليتي ديس اوردر بتشمل 3 types of personality disorder. اول حاجة البارانويد personality disorder، والبارانويد personality disorder دي suspicious of other، يعني ان هو شاكك في اللي حواليه، دايما ما بيحبش share secrets with others او يدي اسراره لحد. secretive كتوم جدا. sensitive don't forgive people who insult them، او ما بيسمحش ابدا الاشخاص اللي هو بيتنمروا عليه او بيتهيالوا انهم بيتنمروا عليه. في عندنا غير البارانويد الاسكيزويد بيرسوناليتي ديس اوردر، ودي العيان ده بيختار السوشيال ايزوليشن فولانترلي، يعني هو ما بيحبش يعمل علاقات مع الاخرين. كمان lack of interest in sex or romantic interaction، برضو علاقاته مع الجنس الاخر معدومة لانه في العموم هو بيختار العزلة بارادته. lack of enjoyment from social activities، برضو بيحبش يشير او يعمل social activities مع الاخرين، زي مثلا يتفرج على فيلم، يخرج مع اصحابه كده، ما بيحبش، هو بيختار العزلة بارادته. الاسكيزو تايب البرسوناليتي ديس اوردر ده بقى عيان عنده اود بيهيفير، يعني بتشوفه مثلا يلبس شورت في الشتاء، يلبس بالطو في الصيف، طريقة السبيتش بتاعه بتبقى بريشر سبيتش، بيضغط على الكلام بتاعه بطريقة معينة. انه والنوع ده بالذات هو has highest risk of developing schizophrenia of all personality disorder. schizotypal personality disorder is the one that may lead to schizophrenia. يبقى لو قال لك ايه نوع البيرسوناليتي ديس اوردر اللي ممكن البرودروم اوف سكيزوفرينيا او ممكن يؤدي الى سكيزوفرينيا، هو السكيزو تايب البيرسوناليتي ديس اوردر. يبقى اتكلمنا على الكلاستر ايه بيرسوناليتي ديس اوردر اللي هي الويرد او الاود بيرسوناليتي ديس اوردر، وقلنا انها بتشمل البارانويد والسكيزويد والسكيزو تايب البيرسوناليتي ديس اوردر. تمام. طيب الكلاستر بي بيرسوناليتي ديس اوردر ده اللي بنسميها الوايلد او اللي بنسميها ايه الشخصيه العدوانيه، بتشمل ايه؟ بتشمل اربع انواع من الشخصيات. اول حاجه البوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر، وقلنا دي الكومنست او الموست كومن تايب اوف بيرسوناليتي ديس اوردر، اللي بنسميها برضو ليها اسم تاني اللي هي ايموشنالي انستابل بيرسوناليتي ديس اوردر. ليه ايموشنالي انستابل؟ لان هي عندها دايما لاف هيت ريليشن شيب، يعني يا بتحب قوي يا بتكره قوي، بتشوف الناس يا اما كويسين قوي يا اما وحشين قوي، مفيش حاجه ان بتوين. اول حاجه سبليتنج، سي بيبل از اكستريملي جود اور اكستريملي باد، نوتنج ان بتوين. وانستابل ريليشن شيب، قلنا عندهم لاف هيت ريليشن شيب، الريليشن شيب غير مستقره، يا اما بيحبوا قوي يا اما بيكرهوا قوي، وسويسايدال وعندهم سويسايدال ايديشن. تمام. سبليتنج، سويسايدال، انستابل ريليشن شيب.
عيان الانتي سوشيال التايب التاني في الكلاستر بي، الانتي سوشيال بيرسوناليتي ديس اوردر، دي الشخصيه غالبا ما بتبقى شخصيه المساجين، اللي هو الشخصيه الغالبه على المساجين، اللي هي بيبقى فايلنت اجريسيف مانيبيوليتيف، خداع الاخرين لتحقيق رغبات شخصيه، لاك اوف ريموس يعني ما عندهمش رحمه، اكت اون امباس، دونت كير اون زير اون سيفتي اور سيفتي اوف اذرز، اي حاجه تيجي على دماغهم اكت اون امباس، معناها ان اي حاجه بتيجي على دماغهم بينفذوها من غير ما يفكروا في العواقب على نفسهم او على الاخرين. تمام. الهيستوريونيك بيرسوناليتي ديس اوردر، دي شخصيه اتنشن سيكينج، بتحب تبقى في اللي هي في دائرة الاهتمام، تحب تبقى دايما الناس مهتمة بيها او دايما عليها الفوكس، easily influenced wants to be center of attention want to be مثلا انستجرام famous او فيسبوك famous، دي الهيستوريونيك بيرسوناليتي ديسوردر. النوع الرابع في الكلاستر بي بيرسوناليتي ديسوردر بنسميها النارسيسستيك بيرسوناليتي ديسوردر، الشخصية النرجسية، ودي requires brace arrogant inflated self worth tend to constantly reminded how amazing they are in order to be satisfied and envious of people that are doing better than them، دايما بتحب الناس يشكروا فيها وعندها كبر كده، يعني دايما الناس بتحب الناس يفكروهم ازاي هم خارقين وجبارين عشان يبقوا مرضيين داخليا، وطبعا بيغيروا من الناس اللي حواليهم. بالنسبه للكلاستر سي بيرسوناليتي ديس اوردر اللي بنسميها ورد او الشخصيه الخايفه او الشخصيه القلقانه، بنسميها فيرفول او انكشس او ورد بيرسوناليتي ديس اوردر، ليها ثلاث انواع. الديبندنت بيرسوناليتي ديس اوردر دي لاك اوف كونفيدنس، فيرس بينج اباندنت، ما بتحبش تبقى لوحديها، لوكس فور كومبانيون اند بيبل تو ميك ديسيجن فور ذم، دايما عايزه الناس يبقوا حواليها عشان ياخدوا لها قراراتها، هي ما بتعرفش تاخد قرارات لوحديها. Avoidant تاني نوع avoidant personality disorder wants to form relationship but is too anxious. دي different from schizoid in cluster A personality disorder. Schizoid personality disorder voluntarily هو بيختار العزلة voluntarily يعني بإرادته، لكن ده عايز يعمل relationship بس مش عارف يعمل relationship أو خايف يعمل relationship. ليه بقى؟ لأنه دايما feels inadequate، دايما حاسس ان هو اقل من الناس اللي حواليه او غير كافي ان هو يعمل علاقه مع حد معين. بالنسبه للنوع الثالث انا كاستيك بيرسوناليتي ديس اوردر او بنسميها اوبسيسيف كومبالسيف بيرسوناليتي ديس اوردر، العيانين دول انفليكسيبل، الورك بتاعهم هو محور حياتهم، دايما بيعملوا حتى في السبير تايم حتى في الويك اند، وبيحسسين ان الناس اللي حواليهم مش بيعملوا ايه بالقدر الكافي او دونت ورك ودونت ورك هارد انف زيهم. تمام. هو العمل بتاعهم محور حياتهم وان هم غير مرنين ودايما حاسين الناس اللي حواليهم ان هم مقصرين في عملهم. العيانين دول ما عندهمش فكره ان هم عيانين، ده lack of insight، يعني عندهم ما عندهمش فكره، ما عندهمش يعني قناعه ان هم عيانين او عندهم مشكله، ده different from patient of obsessive compulsive disorder، مش دي obsessive compulsive personality disorder. العيانين اللي عندهم obsessive compulsive disorder عندهم aware او عندهم insight ان هم عيانين في الديسيز بتاعهم وان هم عندهم مشكلة، لكن دول العيانين دول دايما حاسين ان ما عندهمش مشكلة. كده خلص الفيديو بتاع البيرسوناليتي ديس اوردر، بتمنى تكونوا استفدتوا، بتمنى تشاروا الاستفادة، وبتمنى تعملوا لي سبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.